حول هذا الموضوع مشاهدينا انضم إلينا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى شاهين. دكتور مصطفى، ببساطة ما الذي سيجري للدعم في الموازنة الجديدة؟ وكما واضح قدامنا الآن أن الحكومة ستخفض الدعم في أغلب العناصر الأساسية، سواء اللي مرتبط بالكهرباء أو بالبنزين أو بالسلع التموينية. إجمالا هناك تخفيض في أرقام الدعم في مصاريف الدعم للمترو وغيره. فبصفة عامة الحكومة ستخفض كل بنود الدعم باتفاقها مع صندوق النقد الدولي، انها ايضا هتخفض او هتلغي الدعم كاملا ونهائيا بحلول العامين المقبلين. فده طبيعي جدا ومتوقع بالنسبة لنا ان هيتم رفع الاسعار نتيجة ان الحكومة سترفع ايديها عن الدعم. اذا ما الجديد دكتور مصطفى هذه المرة اذا كانت الحكومة قد اعلنت بالفعل انها ستسير في خطط الغاء الدعم نهائيا وتوفير برامج حمايه اجتماعيه للفقراء؟ هي دي النقطه المهمه اللي حضرتك اشرت بها الان. الحقيقه ان في برامج لحمايه الفقراء دي الحقيقه مش موجوده. هو احنا كالاقتصاديين بصفه عامه متفقين على ان الدعم قد يمثل ضرر للاقتصاد، لانك انت بتبيع السلع بسعرين، فده بيخلق السوق السوداء او بيخلق السوق السوداء، وبالاضافه ان السوق السوداء مباشره بتخلق معها تبعيات اخرى، يعني ما تديناش مؤشر اقتصادي كويس بتؤدي لتشوه في الاقتصاد، ما نقدرش نعرف احنا كاقتصاديين السلعه دي ميزانها ايه في السوق، الميزان السلعي ايه، حجم الطلب عليها والعرض. اذا كان عند حضرتك ناس بتتاجر في السلع في السوق السوداء نتيجه وجود سعرين، فكان زمان الناس بتشتري السلعه من المجمعات الاستهلاكيه وتبيعها في السوق السوداء. الان الامر ده لما انت هتلغي الدعم هيكون ميزه للاقتصاد، بس للاسف الشديد لابد ان يقابله برامج زي ما حضرتك تفضلت، برامج اجتماعيه عشان احمي الفقراء ومحدود الدخل، اصحاب المعاشات، الموظفين، الفلاحين، العمال اللي دخولهم قليل. وده طبعا للاسف الشديد احنا كحكومه اصلا في مصر ليست عندنا قاعده بيانات عشان اقدر اقول ان كم متوسط الدخل الاسره وكم متوسط الانفاق. احنا ما فيش في مصر هذا الكلام، لكن الحكومه مرتبطه ببرامج خاصه بالقروض. دكتور مصطفى، هل هناك علاقه بين قرارات الغلاء المنتظره وبين التوسع في الاقتراض والذي كانت احدث محطاته القرض ال 2 مليار يورو؟ دي للاسف الشديد طبعا دي من الكوارث الحقيقه اللي بتغرق الاقتصاد المصري، انك انت الان بتاخد القروض لاغراض استهلاكيه، وزي ما وزير الماليه طلع وقال ان انا باخد هذه القروض لا لشيء الا ان انا اقدر اغطي عجز الموازنه العامه للدوله. والموازنه العامه للدوله فيها شقين، فيها شق جاري ان احنا بنصرف على زي الدعم والاجور والمرتبات، وفيها شق استثماري. الشق الاستثماري في الموازنه في مصر لا يتجاوز 10%، يعني بمعنى بسيط جدا ان ديونك اللي انت بتاخدها ليست موجهه لاستثمارات حقيقيه، ليست موجهه لتوليد دخل، ليست موجهه انها تولد فرص عمل، ليست موجهه انها تخفف العبء على المواطنين من ناحيه تخفيض الاسعار او توفير فرص عمل للمصريين. اذا انت بتقترض بمثل هذا الحجم من الاقتراض بدون ما يقابله انتاج، فانت اجلا ام عاجلا الحكومه هتوصل الى مرحله اللاعوده، وتصل الى مرحله من مراحل العجز انها تقدر تدبر النقد الاجنبي. اللهم اذا حدث معك تطور في قضيه السياحه في مصر وقضيه عوائد البترول او قناه السويس. وواقع الحال للاسف الشديد نحن نعاني معاناه شديده جدا في مصر في الاونه الاخيره، سواء بالنسبه لقناه السويس زي ما حضرتك تعلم ان هنالك تدني في عوائد قناه السويس، ما بتجيبش زي ما كان من قبل من الاحتياط الاجنبي، كانت بتجيب مبالغ اكبر، والحكومه او فكره سيسي صرفوا عليها 8 مليار دولار ولم يأتي لنا ثمره نتيجه ان احنا فتحنا التفريعه الجديده للقناه. اذا برامج الاقتراض هي المتصدره المشهد دكتور مصطفى حتى الان. شكرا جزيلا لك دكتور مصطفى شاهين الخبير في علم الاقتصاد، واعتذر منك لضيق الوقت.